نشكر القائمين على مشروع المعرض والمؤتمر أوريكا، كونه هو جزء لا يتجزأ من القطاع السياحي وقطاع الفنادق من الدرجة الأولى وقطاع المطاعم. هذا اللقاء السنوي يكون تجمع كبير لجميع القطاعات السياحية، ومن ضمنها مثل ما تحدثنا الفنادق، أصحاب الفنادق، مدراء الفنادق، أي أجهزة، أي أمور مستحدثة جديدة بقطاع الفنادق يكون دائما هو الأول في هذه المؤتمرات. أنا موجودة كلجنة تحكيم عن مسابقة فن تقديم الطعام، فرح نتلاقى مع عدد من الموهوبين خلينا نحكي اللي رح يقدموا لهاي المسابقة، بالإضافة لوجودي كوجه إعلامي أنا والسيد جاك راسل لمعرض هوريكا. Because the quality of tourism is very essential to bring tourists to your country. You have beautiful sites, you have fascinating things to explore, but the guest also wants quality. And I think by all the ones exhibiting here, it gives a good input for quality, and this will bring hopefully also many Austrian tourists to your country. Well, I think tourism is a very important segment of relations between Austria and Jordan. The more Austrians come to Jordan, the more Jordanians come to Austria, the better is the understanding. So I think it's a very important part of our bilateral relations. لما يكون في لقاءات عديدة بمؤتمرات ومعارض، أيضا يشجع حتى على السياحة الداخلية وأيضا السياحة الأجنبية، ودائما هذه المعارض تفتح أسواق وأبواب جديدة إلى جميع القطاعات السياحية إن كان في المملكة أو خارجها. هلا أول إشي دعم الشركات سواء المحلية أو العالمية، تعريف الناس عن هاي الشركات خصوصا بعد الفترة اللي طلعنا فيها من الكورونا، الكل تضرر، فهيك احنا عم نعيد بناء الثقة أو إحياء أو انتعاش خلينا نحكي هالإندستري المهمة جدا في الأردن.